ريبورتر المرشحة بقوة في الممر الخامس جاكلين كوورد من أمريكا الممر السادس، نادين الألمانية في الممر السابع، وهولندية وبلجيكية في الممر الثامن والتاسع. نعم، هذه بورتر البريطانية الأداء المرشح للفوز اليوم. سوزانا ويليامز في الممر الأول، الهولندية 37، رقم متواضع جدا. جيني في الممر الثاني، باكر الممر الثالث، رقم متواضع كذلك 13 14. كوين هاريسون من أمريكا في الممر الرابع، وكذلك مرشحة بجانب بورتر. اثنين مرشحتان للفوز بملتقى هانجلو. جاكلين كوورد في الممر السادس، نادين الألمانية في الممر السابع، والهولندية نود أو هود في الممر الثامن، والبلجيكية إلين برينكس في الممر التاسع. سنركز كثيرا على كوين هاريسون من أمريكا وتيفاني بورتر من بريطانيا، مرشحتان بقوة للفوز بملتقى هانجلو. انطلق السباق، السرعة وعدم التردد فوق الحواجز شيء مطلوب جدا. اثناش 56 ورقم الملتقى، ورقم الملتقى لكوين هاريسون. كوين هاريسون رقم الملتقى. اثناش 56، انطلاقة قوية جدا، سرعة رائعة، وكما نشاهد ليس هناك تردد في اجتياز الحواجز. قوية هاريسون، أتمنى أن نشاهد مع بجانب روليسون
في الملتقيات القادمة. لكوين هاريسون تيفاني بورتر من بريطانيا في المركز الثاني. المركز الثالث الأمريكية يعود الأمريكية جاكلين كورد.